اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. اولا بنهنئ كل الامه الاسلاميه بالعام الهجري الجديد، كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب يجعل كل الامه الاسلاميه ومصر بخير وسلام الى يوم الدين. النهارده هتاكلنا ايه يا شيف؟ النهارده عايزين نعمل شويه مقبلات بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، ولكن حريصين كل الحرص لما نعمل وجبه او المنيو بتاعنا بيناسب الصغير والكبير، كل افراد الاسره يعني. النهارده معايا بطاطس عايز اعملها بالزبادي والثوم سلطه. بطاطس بتتسلق بطريقه جيده ونشوف ازاي هنعملها بالزبادي والثوم. معانا جبنه النهارده هنقليها، جبنه مقليه الاطفال بيحبوها، نشوف ازاي ممكن نقليها في الزيت ونضمن ان هي ما تسحش في قلب الزيت وفي نفس الوقت التوبنج بتاعها او الخلطه هتبقى ماسكه فيها. معانا بنجر النهارده هنعمله بطريقه جديده، هنعمله مع الطحينه. طحينه يعني اوميجا 3 يعني منتجات السمسم، والبرجر مفيد جدا لكمان للناس اللي بتعاني من المشاكل، النقص في الحديد، نقص في عندها انيميا، الاطفال اللي مش بياكلوا البرجر بيحبوه الاطفال، فخلونا ان احنا ندعمه بالطحينه ويبقى سلطه فيها كل القيمه الغذائيه العاليه. معانا فاصوليا خضراء النهارده جميله من خير ارضنا، تعالوا نشوف نعملها النهارده سلطه ازاي بزيت الزيتون وعصير الحامض. الفاصوليا دي لما تتسلق صح وتتعمل تتبيله كويسه ونحطها في الثلاجه ناكل منها على مدار الاسبوع. نيجي للسبانخ ومصدر غني جدا للحديد، هنعمله سلطه النهارده بدبس الرمان، وكلنا عارفين الرمان او دبس الرمان من منتجات الرمان، والرمان مفيد جدا بينقي الدم وله قيمه غذائيه عاليه جدا للاطفال وللكبار. يعني المقبلات بتاعتي متنوعه، فيها النشويات، فيها البروتين، فيها الكربوهيدرات، فيها الخضروات المفيدة للقولون وبتعالج مشاكل الإمساك. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف إزاي نعمل شوية مقبلات، ولكن البروتين مش هبرة لحمة وبس أو يكون عندي فرخة سليمة أو ديك رومي أو بطة، لا، البروتين موجود في كل حاجة. يعني عندنا الجبنة اللي هنقليها النهاردة ده مصدر للبروتين، عندنا البطاطس مع الزبادي فيها بروتين وفيها نشويات وكربوهيدرات، عندنا سلطة الفاصوليا الخضراء لما يعملها بزيت الزيتون وعصير الحامض يعني مفيدة جدا لكل المشاكل اللي بتعاني منها سواء الإمساك أو مشاكل القولون. مش عايز أطول حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أو هتروحوا بعيد تابعوني. أنا دلوقتي هعمل طبق سبانخ بدبس الرمان. هل السبانخ تتحط نية ولا مستوية؟ يفضل إيه؟ طبعًا أنا عايز دبس الرمان السبانخ تشربه، أقوم أعمل إيه؟ تعالوا نشوف نعملها مع بعض إزاي. سبانخ بدبس الرمان، المقادير على الشاشة. طاسة على النار شديدة الحرارة، فيها قليل من زيت الزيتون، حلو، بصلايه ناعمه، تومه ناعمه طبيعي، معايا الفاصوليا كده راكنها على جنب لسه ايه جاي لك، جاي وقتك، حلو قوي. ادي البصلايه، استنى عليها كده تاخد لون شويه. دي السبانخ بدبس الرمان، هتتاكل بارده ولا سخنه؟ عادي، ممكن يكون نوع من انواع المقبلات سخن، بس لو بردت هتزداد جمالا وحلاوه. التوم بتاعنا وهي بتتحمر كده، الله، شوف التركية دي، زي ما انا شغال كده. معانا دبس الرمان حبيب الكل، يا ويلي يا ويلي يا ويلي، دبس الرمان ده يا اخوانا قيمته غذائيه عاليه جدا، فوائده لا تعد ولا تحصى. نسيبه مع النار كده، خلطه، ما تحطيش بقى ملح ولا اي حاجه، زي ما هي كده عشان طعم دبس الرمان يظهر. ما تحطيش عصير ليمون دلوقتي خالص. علل ولماذا؟ السبانخ غنيه بالحديد، مضادات اكسده، لو حطينا عصير ليمون دلوقتي وطبخنا فيه السبانخ، السبانخ دي هيبقى لونها اسود. انا عايز احافظ على لونها وخضرها وجمالها، اعمل ايه؟ الخبره الطهويه بتقول ايه؟ بنستنى على الخليط ده لما يغلي كده، حلو، ونحط السبانخ بتاعتنا في قلب الخلطه دي كده زي ما هي كده، ما تقطعهاش، سليمه زي ما هي. حلو، وهنغطيها. بعد 3 دقايق بالظبط هتلاقيها هبطت. اي خضروات بتتعرض للنار، سبانخ، رجله، سلق، بتلاقيها هبطت على طول. حلو الكلام، هنغطيها كده.
ده الغطا ده صغير، فين الكبير؟ اللهم صل على النبي. تمام، لازم الغطا محكم. حلو قوي، هنسيبها على النار لغايه لما نشوف اخبار الايه السبانخ واحنا شغالين مع بعض. السبانخ اخبارها ايه؟ افتح يا سمسم. اللهم صل على النبي. السبانخ راحت فين؟ السبانخ عمور يا باشا. المدرسة الطهوية المغازية بتقول ايه؟ العلم في الراس مش في الكراس. حلو، السبانخ زي الفل. ما اعرفش والله الكلام ده بيجي منين، هو بص ارتجالي كده وربنا بيكرمنا الحمد لله حسب النية. السبانخ عايمة في دبس الرمان وعصير ولا ايه وزيت الزيتون زي ما هي كده، دي تبرد شوية زي ما هي كده يا شيف. هتاكل الدبس الرمان ده لأنه نازل فيه العصير بتاع السبانخ والسائل بتاع السبانخ. نقدم الطبق ده هنا كده. بس انا مش هحط عصير ليمون خالص دلوقتي. زي ما هي كده. الله الله عليك يا شيف، ايه الحلاوه دي؟ الطبق ده لو بتسمعوا كلامي بجد والله العظيم، كبار السن اللي بيعمل رجيم اللي عنده مشاكل مع الانيميا والحديد زي الفل. دبس الرمان زي ما هو كده. وهنحط الليمون امتى؟ بعد ما يبرد. حذاري، تحط الليمون على سبانخ سخنه هتسود، فاحنا كده بنشتغل مع حديد واكسده. الليمون يتحط بعدين خالص، هنخليها على جنب كده، ولكن تكسري اللون الاخضر ده كده برضو بشكل لطيف كده. واحنا شغالين. شفت انا بعمل ايه؟ بس خلاص خدهم كده زي الفل، زي اخواننا اليابانيين او الصينيين في الايه الاطباق بتاعتهم. زي الفل. الطبق ده نقدمه فين؟ نخليه كده هنا زي الفل. تمام، ايه السفره الجميله دي يا شيخ؟ ده انت النهارده في اجازه بقى. حلو قوي، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. سلطه البطاطس بالزبادي، وعملنا مع بعض البنجر بالطحينه، وعملنا مع بعض جبنه ماليه، وعملنا عيش مقرمش، مقرمشات حلوه مع السلطه. انا قلت لحضراتكم في البدايه لما اجي اعمل سلطه بحتاج ان انا اعمل نوع من انواع المقرمشات. هي المقرمشات اللي ممكن تقدمها لنا يا شيف؟ انا هعمل شويه عيش معايا كده، هعملهم مقرمشات. العيش الشامي بتاعنا ده كده بجيبه كده بلفها رولز كده، رغيفين عيش مع بعض يعني. واقطعهم كده زي المكرونه اللي سباكيتي بسكينه حاميه. انت ممكن تلف رغيف واحد مفيش مشكله عشان تبقى حنينه على ايدك كده وتقطعها بسهوله. شفت التقطيعه دي مطلوبه. هاخد العيش ده يا عم الشيف اتبله بشويه بهارات حلوه، عندي زيت بيسخن على النار، احمر العيش ده مع بعضه كده، هتبقى حاجه لطيفه على السفره للاطفال، حاجه تجذبهم علشان يقعدوا على السفره، هم بيحبوا الحاجات ديت على فكره، وخاصه لما يكون عليها فليفر حلو. دلوقتي هنشوف نعمله مع بعض ازاي. اتقطع العيش كله اهوت، هو مش اتقطع معاك كده على فكره غير لما تلفيه رولز زي ما انا عملته دلوقتي. ناخد العيش كده اهو، حاجه جديده اهو. هناخد العيش ده نحطه هنا ونحط عليه شويه بهارات حلوين مع بعض. ايه هي البهارات يا عم الشيف واحنا مع بعض كده؟ سنه بابريكا حلوه مع شويه زعتر حلوين، طعم العيش ده هيتغير اهو. ادي البابريكا وشويه كركم حلوين كده، اطعمه يعني من الاخر. الحاجات دي المقرمشات دي ممكن تلاقيها في كيس كده في اي سوبر ماركت بالشيء الفلاني وسعرها غالي جدا. حلو قوي، وعندي الزيت بيسخن كده اخباره ايه؟ زي الفل. تمام، شوف التركايه دي بقى، سنه شبت صغيره. ايه يا شيف الابداع ده؟ اهو ده عيش. جربيه. شفت الجو ده كده؟ اقوم اعمل ايه يا شيف تاني بقى؟ دي سلطات، عندي عصره ليمون دلعها علشان التتبيله تمسك فيها. واقلب العيش كده واخده على الزيت تحمير على طول. يلا جربي الطريقه دي وقولي رايك فيها ايه. حاضر، عينيا الاثنين. شفت العيش ده كده؟ زيت شديد الحراره، لازم يكون زيت قوي جدا وما تفرقهوش، خلي بالك. ننزل بيه في قلب الزيت بالشكل ده كده.
يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده يتقدم مع المقبلات اللي انا بعملها دلوقتي. يسيبه يتحمر كده وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل معانا نوع من انواع البنجر هنعمله مقبلات، معانا جبنه هنقليها مع بعض ونشوف اسرار قلي الجبن سواء موزاريلا سواء شيدر سواء عكاوي من غير ما تفك مننا، معانا سبانخ بدبس الرمان عشان الناس اللي عندها مشاكل في نقص الحديد والانيميا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض العيش خاطف نظري بجد والله. ده عيش ولا مكرونه نجدتين ليه؟ ايه ده؟ هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه. حطوه مع شويه البطاطس مع سلطه البنجر اللي عاملها دلوقتي. حلوه مع الجبنه المقليه. حلوه قوي، تمام زي الفل. ما اقولكيش حمار البطاطس، هي دي حلوه قوي على فكره. هنخليه كده نقدمه مع بعض ونخليه هنا كده. مطبخنا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، متنوع يعني رؤيه يعني فن يعني ابداع. كل يوم من مس بيرو. We'll be right back.